نرحب بكل الحاضرين ونرحب بالقنوات اللي اخذت الدعوه النقطة الإعلامية هذية اللي تندرج في إطار الأوضاع اللي شهدتها مدينة مكسر في الأيام الأخيرة واللي تم على أثرها اعتقال بعض الشباب المناضل اللي ناضل من أجل مطالب اجتماعية لا غير والإبقاء على ذو الشبان من الحركة هما سي شكري حركاتي وسفيان نقاتي رهن الاعتقال الهسعة هذه رغم كل المحاولات اللي قمنا بها سواء في تونس أو هنا رفاقنا في الجهة بالاتصال بكل السلطات يبدو أن النية تتجه ونتمنى هذا إلى إطلاق سراحهم غدا الثلاثاء على الساعة 9 صباحا أعتقد. هذا تعهد من وزارة الداخلية وكذلك من السيد وزير العدل والآن نحن متضامنين مع رفاقنا الموقوفين الآن ومع شباب الجهادية في مطالبه السلمية ونزيد نأكد أن مطالبه كانت سلمية وستظل كذلك معناها مش لازم نتيحوا في, 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 في الاستفزازات لأنه يحبوا يجرونا للعنف. نحن لسنا دعاة عنف, نحن ناس نطالب مطالبنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحقوقية وغيرها بصفة سلمية بالوسائل المشروعة. كان تعطينا تلخيص يعني لشنو صار بالضبط في مكتب اللي التلخيص واللي المساج اللي يلزم يتعدى اللي الحراك اللي صار من أجل مطالب اجتماعية وتحركت لي كافة مكونات المجتمع المدني وكافة الأحزاب السياسية والأطياف السياسية الكل ما عدا حركة النهضة. معناه هذه دليل واضح وصارخ اللي المطالب الاجتماعية ما هيش من مشمولات حركة النهضة ولا من برامجها ولا من اهتماماتها. اليوم نحن موجودين في مكثر والسبب متاع الوجود متاعكم كحزب مسار الديمقراطية الاجتماعي هو اعتقال شباب يعني على خلفية انتم تدخلوا على خلفية انهم ساهموا في تحركات اجتماعية بينما ذو الشباب هذوما موجودين على ذمة القضاء وموجودين رهن الإيقاف ويعني فما سكيسور فما بحث جاري فيما يتعلق معناها بالتهم اللي توجهت لهم. اليوم ما دمنا في ندوة صحفية والدوسي عند القضاء وقاعدين نحكيه على تلفيق تهمة وقاعدين نحكيه يعني على جوانب قضائية مهمة. هل يمكن أن نقوله في تونس بعد الثورة ما عادش الأحزاب السياسية متاعنا وأن المواطنين ما عندهمش ثقة في الجهة القضائية؟ لا والحاجة ما عادش فما مشكل قضائي في الموضوع لأنه الدعوة هما وقع إيقافهم بمقتضى الشكوى, الشكوى وقع سحبها. اليوم احنا في موضوع إدارة القضاء, إدارة القضاء أي أن المحكمة سكرت باش يسيبوه من نهار ثلاثة. إذا المسألة ماش قضايا وسحب الواحد وكأنه سحب الشكاية وكأنه اعتراف معتمد أن خاصة أنه كل الوثائق والملف يدل على المخمش الادعاءات بتاع المعتمد كلها كانت باطلة ولا أساس لها من الصحة وبالتالي مسألة إدارة القضاء هي موضع الشك مش القضاء لأنه المسألة ماش قضايا هما توقفوا من أجل شكوى, الشكوى سحبت وانت سيبوهم ما سيبوهمش نهار الجمعة بسيبوهم نهار ثلاثة. كان بيدنا نقع تسليمهم يوم معناها إطلاق سراحهم يوم الجمعة حتى يعيدوا مع عائلاتهم ما صارش هذا. على كل حال احنا نتمنى أن نهار ثلاثة أول ساعة يقع إطلاق سراحهم حتى, وهذا ما هوش تدخل في سير القضاء بل بالعكس احنا ما تدخلناش في القضاء ولكن الشكوى كانت كيدية سحبت فما عادش فما القضاء ما عادش عنده ما جيبش يدخل. المطالب المستعجلة مكثر مدينة مفقرة جدا, مدينة سليبة ما فيهاش معناها ما فيهاش حتى مجال للحياة الكريمة. المطالب الرئيسية اللي تقدمت للحكومة في عديد المناسبات آخرها في زيارة رئيس الجمهورية منصف المرزوقي الدكتور منصف المرزوقي تقدمت ووعد هو بعد الكراسة التي تقدمها للحكومة وعد بإحداث مستشفى جاي لجنوب الولاية مما سيخلق مواطن شغل ويخلق حركية في المدينة ومما سيوفر يقرب المرفق الصحي ما هو أساسي من المواطن البسيط الذي غير قادر حتى على التنقل.
لجنوب الولايه ككل. ربط المدينه بشبكه الغاز الطبيعي باني مكثر مدينه بارده وبارده جدا، تصل درجه الحراره اكثر من 5 تحت الصفر شتاء. فتح بعض الادارات العموميه وتهيئه البنيه التحتيه لاستقطاب مؤسسات صناعيه فعليه. والمطلب الاخر والاستواء احداث المتحف الوطني الذي وعد السيد رئيس الجمهوريه الموقت انه باذن الله سيقوم هو بافتتاحه، ولليوم هذا الكل ما فهمش حتى اشغال. مع المطلب الاخر هو سد الشغورات على مستوى المحلي بابناء الجهه في ظل الغياب التام للقطاع الخاص المشغل، وكذلك وضعيه الحظائر اللي هي لا 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 تحقق كرامه المواطن. يجب ايجاد حل فعلي وجذري كي تكون يكون عمل الحظائر قادر على توفير الحياه الكريمه، وذلك توفير مواطن شغل فعليه.